إذن مشاهدين الكرام، هذا هو هاتف إيتيل بي 38 النسخة الجديدة، 32 جيجا وجوج فلارام. صراحة الهاتف كما كتشوفوا هذا هو الميموار ديالو ستوكاجي. الشاشة ديال الهاتف 6.6 HD يعني واتر دروب اب يعني فول سكرين. صراحة هاتف بي 38 تيجينا على هذا الديزاين، هذا تيجينا في 32 جيجا وجوج فلارام، الهاتف ماد ان شينا. هذا هو الهاتف، جوج ديال لي كارت. صراحة بطارية الشحن تيجي على 4000 ميلي أمبير أو 5000 ميلي أمبير، يعني هذا جيد، أو نقول أنه يعني هاتف ليس يعني لا بأس به، لا بأس به. يعني الناس اللي بغات واحد السومة رخيصة، واحد الهاتف اللي هو يعني في المستوى ديال 32 جيجا وجوج فلارام بواحد الثمن مناسب، فهو هذا هاتف بي 38 اللي بغاه موجود. والسلام عليكم.